مروة شابة تونسية صاحبت شهادة عليا من الجامعة التونسية. مروة فرحت برشا كي خدت شهادتها وكانت متخيلة باش تلقى خدمة ليه وتكون مستقبلها، لكن رغم اللي بعثت برشا مطالب وسيفيات للشركات والمعامل مروة لتوا لقات خدمة. أحمد زادة شاب تونسي قري في سنتر دو فورماسيون وتعلم صنعة وبعث زادة السيفي متاعو لبرشا معامل وشركات لكن لتوا لتحصل على الخدمة. مروة وأحمد الزوز عندهم أفكار متاع مشاريع لكن مش عارفين كيفاش يأطروا الأفكار متاعهم ويحضروا دوسيه يقنعوا به البنكة باش تمول لهم مشاريع متاعهم. اليوم الجهوي للاستثمار والمبادرة الخاصة هو حوصلة للأيام المحلية اللي قامت بمختلف معتمديات ولاية المستير في إطار شهر المبادرة لدفع الاستثمار الخاص. مرحبا بكم بحضانا نهار 31 ماي 2016 في قصر العلوم بالمستير. برشا إدارات وهياكل باش تكون موجودة باش تحكي لكم على الامتيازات الجديدة لباعه المشاريع وتجاوبكم على أسئلتكم واستفساراتكم.